Salut, welcome. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, Ramadan, comme Abrouk. Inch'Allah, كل عام وحنا حايم بخير. Inch'Allah, سنين دايما. Inch'Allah, الجمعة هذه أول جمعة متاع رمضان. تعادتكم خفيفة. ونجمتوا رواحكم. Surtout les mamans. Ou surtout les jeunes mamans. اللي أول عام avec un bébé. خاطر, c'est pas du tout évident de, voilà, de trouver un rythme. Et de s'organiser. كي تبدا عندك bébé. Surtout العام الأول. أنا نتفكر عام ناول. هذاك أول عام مع ليلي. بالحق صعيب برشا heureusement انا عامله والمانيش صايمه مي كوميم حتى لورغانيزاسيون ماني اتخانا بعضنا فيها خاطر بيبي دو كلك موا سي با فاسيل ماني باش لازمك انت تتبع الريتم نتاعو ورمضان هكا عنا اوقات يبداو ستريكت وقت العشاء وقت الكوجينه وكل شيء سي با ايفيدون باش واحد يلقى روحو ميليو دو تو سا فوالا دونك جوستومون حبيت نعملكم الفيديو هذيا باش نعطيكم كلك استوس و كلك كونساي دورغانيزاسيون اللي فوالا ينجمو يعاونوكم في شهر رمضان بور فوز اورغانيزي كو سوسوا افيك ان بيبي و الا لي دونك انت تسمعوا في ميوزيك راهي ليلي تلعب بحذايا دونك ان شاء الله ما تقلقكمش فوالا دونك جي بريباري اون ليست ان دو كونساي خاطر انا بيدي نبدا نتفرج على دي فيديو اي بوي جيسي دو تروفي كي حاجات جدد معناها اللي انا ما كنتش نعملهم وكل شيء حاولت جو ريوني هكا الحاجات لي بلو امبورطون دونك جو بونس اللي لو بروميير كونساي اللي الناس الكل يقولوه معناها مانيش انا جبتو اللي هو انك تقضي surtout en ce qui concerne la cuisine ou الدار هذيك التنظيف وكل حكايات هذوك كلهم نعملوهم قبل ما يجي رمضان خاطر اي سوفي جي رمضان يبدا معناها فما تعب وكل شيء ومام معناها لونفي اي لومور ماهيش كيف كيف مابداش عامل جو على التنظيف مابداش معناتها بالك واسع وكل شيء كيما تبدا في الافطار دونك دو بريفيرونس تو سكي تنظيف كوجينا و tout ce qui est الفريجيدير و الدار و لو غران ميناج هذاك الكل و دو بريفيرونس يتعمل قبل ما يبدا رمضان كم ساعة كيف يبدا رمضان و نبداو صايمين تبدا في كوجينا نظيفة في الفريجيدير نظيف و تبدا فريمون معناتها عندك ان تروك دو موان في مخك كيما تعرف معناها بالحق الواحد يعدي برشا وقت في الكوجينا ماذا بيه بنقص قضية جست لي سوكونسونتر في كتار في ترتيب وتخمين من فوق لفوق هكا ومعناها من غير تكسير راس. الثانية هي دون لو ميم برانسيب معناتها اللي هي انك تقضي بالمسبق تو سكي قضية الشارع معناتها القضية الكبار اللي احنا مستانسين نعملوهم مرة في الجمعة هكيكا هذوكم تعملوهم معناها قبل ما يجي رمضان وتعمل قضية كبيرة برشا عباد يمشيو يقضيو معناها يعبيو الفريجيدير يعبيو لي بلاكار وكل شيء اي سا سي اون بون ايدي باش من بعديكا معناها تقعد لك قضية النهار بنهار وقضية الخفيفة نتاع مثيل طرف البريك طرف البن كل حكايات هذوكم الصغار الخبز نتاع كل يوم من غير ما تقعد معناها بور بريزيرفي هذيك الانرجي باش مابداش تمشي المونوبري ولا تمشي شاك فوا السوبريت وكل حكايات هذوكا ديجا هذاك يتعب ونجمو نرتاحو منه معناها الكونساي الاخر اللي نجم نعطيهولكم اللي هو زاد يرتاح على الاخر انك تحضر دي منيو الافونس معناتها مش تبدا معناها نهار في العشيه وكل شيء وانت تبدا تخمم ويا ربي شنو طيب وكل شيء اون سي تري بيان كل حكايه دي تنرفز سختك ساعات تلقاك من الصباح وانت مخك يدور شنو باش تعمل وكل شيء دونك ما سكو جو في سي كو بون ساعات بالحق انا تصير لي تلقاني نهار كامل نخمم شنو باش نعمل وكل شيء مي ساعات تلقى عندي دو تخوا زيدي على فونس معناتها عارفه روحي هذوكم الحاجات باش نطيبهم نولي نعملهم مي انا بيدي باش نولي نعملها الحكايه هذيا نتاع لي منيو دونك انا ناويه نولي نعمل كيما ان بلانينغ معناتها نتاع دي روبا كامل معناتها المنيو الكل نتاع كل يوم تاع جمعه كيكا باغ اكزومبل نجربها الحكايه من لونتخي دابور تعرف انت قضيتك معناتها شنيا من الاول ما تبداش مفرفشه اون بلوس تبدا معناها لي منيو واضحين اكيليبغي معناها انت بيدك باش تعملهم يبداو اكيليبغي معناتها فيهم الميليزم تاع اللي حاجتك بيهم حاجتو بيهم بدنك الكل و اون بلوس فريمون ترتحك على الاخر في التخميم وفي كل كستريس هذاك نتاع اخر لحظه وكل شيء دونك انا جو باش نعملها الحكايه هذيا وننصحكم بها زيد خاطر جو بونس اللي ترتح على الاخر على جوج ما نتاع دبر فوالا دونك ان اوتر كونساي اما بعيد على الكوجينا انا مع ليلي شنو نعمل دونك نهار كامل هي كيما تصنع فيها تويك تبدا تلعب بحذية
وتبارك الله معناها فاتت العام ونص تبيكا تبدا فريمون تري اكتيف و ماني امبوسيبل نجم نتكى وهي بحذايا والا نرتاح معناتها حتى كي باش نتكى تلقاني معناها ما نرتاحش وكوا ورمضان نهاري طويل وريق يشيح وبيبي جينيرالمون يقوم بكري وراه ما رقدش ليله كامله دونك اللي عنده بيبي il essaie de trouver le temps باش ترتاح au moins نص ساعة كيكا في النهار دونك ننصحكم بالحق ما تحقروهيش حكاية السياس راهي امبورتونت على الاخر خاطر بدأت وقتها انت تظهر لك سافا معناها مازلت هكا عندك فورس وكل شيء من بعد مع الخامسة الستة يجيك ان كو دو بومب كبير برشا وانت وقتها بالحق ما تنجمش خاطرك لازمك طيب وبيبي فايق وكل شيء دونك سي هذيك اهم حاجة بالحق اهم حاجة انك تاخذك نصايب ساعة ولا ساعة نتاعك وترتاح فيها في النهار اسكي كونسيرن التخمين والقضيه وكل حكايه هذوكم الكل ما ننسيوش زيد دو فيغ بارتيسيبي العباد الاخرين معناها بالحق اللي تلقى روحها وحدها دو ا زيد معناها تخميل وتطيب ومعون وكل شيء سي فريمون تري 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 فاتيغون دونك اذا كان عندكم شكون معاكم راجلكم صغاركم ينجموا يعاونوكم سامحوا ماما حطوا هني 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 دونك نيزيتي با باش تقولوا لهم باش يعاونوكم او موان حتى حاجات خفيف معناها سلاطة حتى نطاولة وحكيت كيما هكا والراجل ينجم يعاون ينجم يشد البيبي فوالا دونك بالحق المرا جينيرالمون في تونس تلقى كل شيء عليها هي و سي با لوجيك سورتو المرا اللي تخدم تلقاها جات من الخدمة وتدخل طول الكوجينة معناها بالحق سي با لوجيك لازم لي ممبر كلهم يعاونوا اي يفهموا اللي معناها ذيك انسانة ولازم يعاونوها ولازم العباد كلهم يبارتيسيب حتى بحاجة صغرونة معناتها دونك توا باش نحكي لكم شوية على لورغانيزاسيون افيك ان بيبي معناها تبدا فما بيبي في الدار وباش نحكي لكم على الاكسبيريونس بتاعي انا كيفاش انا ننظم نهاري ابوبخي مع ليلي دونك ديما نعاود ساشون كو انا ما نخدمش دونك نقوم في الصباح انا في عقلي وكل شيء افيك ليلي واول حاجه نعملها جينيرالمون كي تلقى ما عنديش مثلا شوربه اني انا نحط الشوربه هذيك في الصباح كوم سا انا بعديك في العشيه عندي انقص حاجه جوست عندي لو بلا برينسيبال سورتو كي تبدا عندي سلطه من قبل دونك حكايه فارغه نص ساعه ساعه غير بعد نخرج منها معناتها الكوجينه وان بلوس الشوربه تشد اليد وتقعد بالساعه هكاك والا ساعة غير ربع فوق الغاز وتسخن الكوجينة وكل شيء دونك هي تحضيرها سهل نعملها في درجة من زمان ونحطها وننسيها معناتها اي جو كونتينيو ما جو انسويت دونك بعد ما نريقل ليلي وجينيرالمون نخرجها نحوس بها وبعديك نفطرو نفطرها بلوتو دونك بعديك نفطرها وبعديك نمشي نرقد انا وياها نرقد شويه ولا تلقانا تحركنا بالكدا في الصباح وانا ديجا بديت نتعب سان كو ليلي تقوم بكري دونك فوالا وليت نعمل اكل تقيله هذيك نتاع نصايب ساعه حاجه كيما هكا بعديك بعد ما هي تقوم ويجيبوها وكل شيء ندخل الكوجينه ونبدا نخمم عليها شنو باش نعمل و بعدين ما عادش باش نعملها باش نعمل فاست المنيو دونك ندخل الكوجينه و مع ليلي جينيرالمون بعديك مع العشية كيكا مخر كيف يمشي بوها يشري مثلا الخبز ولا حكاية هكيكا ولا يهزها معاه كم سا انا عندي منه هو يعمل بها دورة ويتحوس وكل شاني انا معناها عندي هيك نصايف ساعة هذيك نجم نعمل فيها حاجات هكا غابيد معناتها فيت في مش كيما تبدا عندي ليلي بحذايا نبدا بلوس كونسونتخي عليها هي معناها ماديش فريمون 100% في الحاجة اللي انا نعمل فيها فوالا دونك ابخي بون نوم قبل كانت ليلي نومها يتيح بالضبط مع العشاء نحكي انا عام ناول كيف كانت بيبي دونك كان نومها بكري مع ثمانية هكيكا يلزمها ترضع يلزمها تبدل دونك من سبعة ونص يلزمني نعمل البان ويلزمني بعديك نعطيها البيبرون بدل حوايجها ورقدها الوغ كو هو سبعة ونص ديجا المغرب دونك سيتي فريمون جوست سيتي فريمون تري ديفيسيل دونك شنو عملت انا وقت عام ناول وخرت لها في السياسة نتاعها نتاع القايلة دونك وليت نخليها أكثر معناها في الصباح ونحاول باش نوخر معناها بالنص ساعة بالنص ساعة السياسة نتاع القايلة حتى لين وليت ترقد في أول عشية معناها ماضي ساعتين هكيك ماضي ساعة ترقد ووخرت لها دونك النومة نتاع الليل وليت ترقد بلوتو مع ثمانية ونص هكيك حتى التسعة باش أنا نجم أموان نتعشى
فكل ما مو هذيك وعندي معناها ساعة ساعة ونص هكا ترانكيل معناها ما يجيش وقت نومها بالضبط مع العشاء خاطر تري ستريسون كي تبدا انت باش تحط الطاوله وباش معناها باش تتعشى ويبدا بيبي يبكي معناها كي يبدا بيبي يبكي ما عادش يسكت معناها زيد يتهزوا يترقدوا يا حاجه لي بروميي موا معناها ما تنجمش حتى تخمم دونك فوالا جو كونساي باش توخروا شويه وقت النوم او موان في هذا شهر رمضان وديجا من بعد باش يجي الصيف والسهريه بطبيعتها باش تكمل دونك فرد المره معناتها ديجا السنين اللي لي وحده وحده وخرت وقت النوم ما نعرفش علاش وليت ترقد مخر بون جمعة هذيا مي او موا معناها كيف نخرجوا ولا نمشي واحد العبيد وكل شيء بالحق اسهل معناها ما فهميش كنت نغني هذيك نتاع النوم بعد العشاء كهو دونك ابخي يا اما نخرجوا يا اما نقعدوا نسهروا في الدار وبعديك نرقدها وننصحكم زاده باش تقوموا للسحور دونك سي تري امبورطون راهو السحور ما تحقروهش على خاطر السحور هو اللي باش يخليكم معناها تعديوا النهار بالقد وما تعطشوش وما يجيكم شكل هيبوغليسيمي معناها تيح السكر وتجي الفشله والدوخه وهكا الحكايات هذوك الكل ما تنجموا نحيهم كان بالسحور راهو سي تري تري امبورطون هذوك هما لي كونساي دورغانيزاسيون كل شيء في شهر رمضان جيسبر اللي عطيتكم كلكز ايدي وجيسبر الفيديو هذي عجبتكم واذا كان عجبتكم كيف العاده نقول لكم نزيدي با باش تحطوا جيم اي سورتو دو فوز ابوني باش نعمل لكم دوتر فيديو نتا نقول لكم à la prochaine, ciao!